دي الفايلات اللي انا حطيتها في الشيرد درايف اللي انا بعت اللينك بتاعتها. في حاجة نسيت اقولها او يعني المفروض انك انت هتشوفها بعد شوية، في هاد يونت ريلودد، انت المفروض انك انت يكون عندك فايل تاني انستولد على الجهاز بتاعك عشان هاد يونت ريلودد يشتغل. انا هشرح هاد يونت ريلودد ده بيعمل ايه. هو بيزيكلي بيقلب الشاشة بتاعتك لاندرويد اوتو، بس عشان يشتغل لازم يكون في عندك ملف تاني انستولد اسمه واي فاي، اسمه واي فاي لونشر، لازم يكون انستولد على الجهاز بتاعك. هناخد ال يو اس بي سي فلاش ميموري ونحطها في الشاشة، في جنب الشاشة. شايفين ده هنا الفتحة، بس وانس ان احنا حطيناها في جنب الشاشة، هتلاقي عندك لما تجيب الشاشة لليمين هتلاقي عندك في حاجة اسمها utility tools. utility tools هتلاقي فيها مجموعة اختيارات، هي downloads، file manager، disable self مش عارف ايه، report malfunction، add. فانا هختار فايل مانجر. فايل مانجر هتلاقي فيه الفايلز اللي موجودة على الجهاز بتاعك لوكال، وفي حاجة اسمها يو اس بي، شايف اليو اس بي دي، فنضغط على اليو اس بي. ضغطنا على اليو اس بي فهلاقي الفلاش درايف بتاعتي موجود عليها 3 فولدرز، في فولدر منهم اللي هو اللي موجود على الدرايف، الجوجل درايف اللي انا بعتها لكم، هتلاقي فيها السوفت ويرز المختلفة. انا شايف انه اهم سوفت وير المفروض اننا نعمله انستوليشن هو اول حاجة الهواوي ابليكيشن جاليري. بضغط عليه هيقول لي staging application، وبعدين do you want to install and update to the existing application. طبعا لان انا موجود عندي already، your existing data will be lost, it does not require any special access. anyway انت بالنسبة لك هتقول له install، هو طبعا مش هديك الرسالة دي لانها لو ما كانتش installed من قبل كده، فانت هتدوس install. اوكي الابليكيشن دي بقى بتعمل ايه؟ لما اروح للهوم، الابليكيشن دي اللي هي هواوي application gallery، هي بتاخد البورتريت زي ما انت شايف، هي عاملة زي الابل بلاي ستور. هو بيقول لي your current country region is China، انا هرجع اغيرها. انا دوست تحت في زرار هنا اللي هو مي، بتأكد انه الفايل مظبوط. هروح على settings وبعدين هروح على country and region، او مكتوب ايجيبت، خلاص يبقى انا مش محتاج settings. هرجع على apps. طيب هنا بقى ممكن اعمل ايه؟ ممكن انزل كل الابليكيشن دي او ادور على ابليكيشن انا عايزها. يعني انا بالنسبة لي مثلا كان مهم جدا ان انزل سبوتيفاي، فسبوتيفاي موجودة هنا، هدوس عليه انستول. اوكي ممكن ان انا انزل جي بوكس، ممكن ان انا انزله. انا طبعا لانه موجود فمكتوب قدامه open، لو ما كانش موجود عندي كان هيبقى موجود install. طبعا جي بوكس هو زي جي سبيس، بس يعني الريفيوز بتقول ان جي بوكس احسن، بس anyway انا مش بستخدمه قوي. يعني خليني اخرج من الابليكيشن دي،
انا عندي هواوي، عندي اتش دي او بوكس، ده اللي هو من نتفليكس، يعني لما بتعمل نتفليكس بيخليك تسطب ده. وعندي تون ان راديو، يعني لما نرجع مرة تانية للتولز، فين التولز؟ التولز هنا، نروح على الفايل مانجر واليو اس بي، فانت هتلاقي هنا جي بوكس موجود، هتلاقي هنا هيد يونت ريلود، وانا هقول لكم ايه هيد يونت ريلود. هتلاقي ميديا اون، ميديا اون ده الميديا بلاير بتاع نتفليكس، ان انا عندي، يعني انت لما بتسطب نتفليكس هو بيقول لك بيخليك تداونلود ميديا اون. انا عندي كان في مشكله فاضطريت ان انا انزل ميديا اون لوحده وبعدين اعمله تاني. في هنا راديو جاردن، وبعدين تون ان راديو برو. تون ان راديو برو ده مهم جدا. وبعدين في الفايلين بتوع يوتيوب بريميوم، ده وده الاثنين دول، اول واحد واخر واحد، بس دول انا ما عملتهمش لسه. فانت مبدئيا لازم تعمل تون ان راديو برو. هوريكم دلوقتي تون ان راديو برو. ده تون ان راديو برو، انا لانه مظبوط على نغم. سبعين فاصل سبعة فدان و 2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بالمحافظة. اوكي، ده طبعا المحطة اللي انا عاملها، بس ممكن انك انت تختار اي حاجة انت عايزها، يعني زي ما انت شايف دي محطات كلها، ممكن انك انت تختار راديو، تختار محطات راديو معينة. تروح على الخريطة، تدوس على مصر، زي ما انت شايف في هنا المحطات بالدولة. هنا مصر ما فيهاش، بس لو انت دخلت على مصر اكشولي، لو انت كتبت اسم مصر هتلاقي. بس زي ما انت شايف في كمان انواع موسيقى، يعني ممكن انك انت تدوس على توب 40، دوس على يوروب هتلاقي ار ام اف. في هنا محطة في لبنان اسمها مزاج، طرب، روتانا طرب. دلتا اف ام، معرفش دلتا اف ام. وعيدك توني منصور انشورنس، انت اطلب ونحن بنأمن. 03-31-31-55. اوكي، ده يعني دي شويه ال تون ان راديو. تون ان راديو برو ده هايل الحقيقه، يعني انا بتخيل، انا طبعا اكيد ما اعرفش كل الابلكيشنز اللي موجوده للراديو، بس بتخيل انه هو من احسن الابلكيشنز اللي موجوده. اتش دي او بوكس ده اللي هو من نتفليكس، طبعا لو انت عايز تتفرج على حاجه، يعني ما غالبا الابلكيشنز دي تبقى مفيده لما تكون بتشحن العربيه وواخد وقت كبير. انا هقلب الشاشه، هي زي بتقلب. الدريكسيون مقلوب. اوكي اوكي، اكشولي انا قلبتها وانا مش المفروض اقلبها دلوقتي. بص بوريكم دلوقتي الحاجات اللي موجوده فيها. متسي مثلا انك انت عايز حاجه في نتفليكس، فانت عندك البرامج كلها بتاعت نتفليكس. ليتس سي لونج ماير بلاي، نرجع نقلب الشاشة تاني. اتفرج براحتك على كل اللي انت عايزه على يوتيوب، علشان هيجيلك ميجا بايتس لما تجدد باكت فليكس او بلس، وممكن كمان يجيلك
اوكي. فانت زي ما انت شايف انا هوقف ده دلوقتي، انا بحب بس اوري لكم. هنا انا نزلت مابس من هواوي ابلكيشن جاليري، ممكن ان انا اشتغل على مابس يعني استخدمها في النافيجيشن. ممكن ان انا اكتب هنا مثلا let's say تحرير سكوير. طبعا الكيبورد دي كمان من الحاجات اللي لازم تنزلها في الـ في الـ في الـ من ابلكيشن جاليري. زي ما انت شايف head west on flower resort road then turn left. اوكي فده الابلكيشن الاهم في رايي بقى هو الهيد يونت ريلودد. هاد يونت ريلودد طبعا هيتداخل مع التسجيل بتاعي دلوقتي. انا مش عارف اذا كان هيشتغل اصلا. انا مسجل، انا يعني المفروض ان انا بدوس هنا على البتن ده وبعدين البتن بيقول لي سيلكت يور فون، هختار التليفون بتاعي. هيشتغل بالظبط على انه اندرويد اوتو. احتمال يكون ما يشتغلش طالما ان انا بسجل. انا وقف التسجيل واوري لكم. Take the next right toward Mall of Egypt Road then turn right onto